السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم أحداث 24 ساعة، وبين يوم يطل وآخر قادم. نبدأ مع حضراتكم الأحداث بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويؤكد الأهمية التي تليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة. خلال الاحتفال بعيد الشرطة، الرئيس السيسي يؤكد توجيهاته للحكومة بتحمل الجزء الأكبر من أعباء الأزمات العالمية لتخفيف أثرها على الداخل. وزير الداخلية يؤكد أن الوزارة تتخذ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطارا لسياستها ومهامها الأمنية. تفاصيل الأحداث. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. من جانبه نقل السيد بيرنز إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقة لمنطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية التي كان لها تداعيات كبيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالقارة السمراء. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره السنغالي، تناولت الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة التي من المقرر أن تنعقد خلال الشهر المقبل. من جانبه أعرب الرئيس ماكي سال عن خالص التقدير والعرفان لدعم مصر بلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي عكس حرص مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وقد توجه سيادته بالتحية لأسر شهداء الشرطة، مؤكدا أنه لا يوجد ما هو أغنى من تقديم الأبناء فداء للوطن. الشرطة
ربما يعيش البعض حياة كاملة دون أثر يذكر ويمر على الدنيا مرور الكرام، ولكن موقف واحد لرجال يكون من الشجاعة والبسالة ما يجعلك تخلد ذكراه لأعوام. هكذا لسان حال ما يربو على 130 رجل من أشجع من أنجبت مصر وقفوا في مثل يومنا هذا مدافعين عن مبنى محافظة الإسماعيلية أمام الاحتلال الأجنبي، رافضين تسليم مبنى المحافظة وأسلحتهم. وبعد 71 عاما تظل ذكراهم العطرة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعرض لبطولاتهم وسيرتهم في الدراما والإعلام لإعلام أجيال كاملة ببطولاتهم وتضحياتهم. أتصور أن احنا محتاجين نطلع الشخصيات ديت بالشكل اللي يليق بيها، مش لازم بمسلسل طويل يعني ياخد مدة طويلة، لكن يعني فقرة حتى كده 5 حلقات لكل شخصية والدراما تشتغل فيها وتقدم من الصورة اللي احنا محتاجين، مش نحسنها، نحافظ على حسنها. الصورة اللي احنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطاع ده. الهدم كان هدفه حاجة واحدة، ان الجناح ده ما بقاش موجود عشان البلد تتاخد. هو كده للي عايز يعرف. وخلال احتفالية عيد الشرطة 71 جاء تكريم الرئيس السيسي لذوي أبطال الإسماعيلية 52 إضافة لعدد من شهداء الشرطة عقب ثورة 30 يونيو بمنحهم أنواط الامتياز تقديرا لجهودهم. المقدم طارق عبد الوهاب أحد هؤلاء الأبطال والذي صدق الرئيس السيسي على ترقيته إلى رتبة عقيد. في رجال زي طارق كتير، منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حتة من جسمه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر، كل مصر، انها تبقى في امان وسلام. ايه المقابل؟ المقابل ايه؟ المقابل ان الدولة دي تتقدم وتستقر. هو ده اللي كان طارق عايز يعمله لما راح هو والشهداء، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجمعنا بيهم ان شاء الله في الجنة عشان يحموا البلد دي ويحموها من أشرار. الأوطان لا تحيا ولا تبقى دون أمن قومي يحميها ويحمي أبناءها، ولهذا كانت حرب مصر مع الإرهاب لدحره والتخلص من براثنه بنسبة قاربها الرئيس السيسي لنحو 100%. موضوع الإرهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا ان احنا نخلصه، وفي احتفالية احنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة الطيارة تنزل من 7 سنين ولا 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر، محدش يقدر. حرب الإرهاب لا تختلف كثيرا عن حرب التنمية بعتاد قوامه الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى، والتي رآها البعض ربما بسوء تقدير أنها سبب أزمة اقتصادية بمصر رغم كونها أزمة عالمية ألقت بظلالها قدرا على مصر كجزء من هذا العالم. هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها 4 وفي أحسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها ويجي النهاردة بعد تقريبا 7 سنين يكون دخلها السنة دي وصل ل8 مليار دولار؟ هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء إن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابه الطلب وأيضا التنمية اللي إحنا بنستهدفها؟ كان ممكن يحصل ده؟ طيب أنا برضو عايز أقول لشبكة القوامير الطرق، أنا ساعات أنا بلف كتير في الوحدي يعني، أقول يا ترى لو ما كانش ده اتعمل كانت الناس هتمشي ازاي؟ ما حدش بيسأل نفس السؤال ده، يقول لو ما كانتش الشبكة دي اتطورت بالطريقة ديت كانت الدولة دي هتمشي ازاي؟ مش بس في القاهرة ومش بس في اسكندرية، أنا بتكلم على الدولة المصرية في كل أنحائها.
وبعد تكريمه للشهداء لما قدموه من تضحيات، جاءت الهدية التذكارية للرئيس السيسي ذاته من وزارة الداخلية كبطل تحمل المسؤولية في وقت عصيب استمرت فيه أجهزة الدولة في العمل، ومن بينها الجهاز الشرطي في مواضع عدة كالحرب على الإرهاب ومكافحة الجريمة وانتهاج الفلسفة العقابية الإصلاحية. اتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطارا لسياساتها ومهامها الأمنية، ومن بينها تحويل السكونة العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحا نوعيا في مجال تقويم النزلاء سلوكيا ومهنيا للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم. ويأتي في مقدمة التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور في فلكها لاستعادة تماسكها وتوازنها التي فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتكثيف منابع تمويلها. 71 عاما على تضحيات رجال الشرطة يناير 52 أمام احتلال غاشم، ولا زالت ذكراهم وغيرهم شهداء تعطر أمن وأمان مصر في رسالة لنا مفادها: إن لم يكن قدرك هو حمل السلاح فلتحمل لواء التنمية والعمل والسعي حتى لا تضيع دماؤنا هباء، ولتظل راية مصر خفاقة تعلو في سماء الرفعة والتقدم والتنمية. سارة متولي، التلفزيون المصري. هنا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 12 لثورة 25 من يناير المجيدة، وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، وداعيا المولى عز وجل بالتوقيف التوفيق والسداد لسيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها. كما هنأ دكتور مدبولي وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وفي برقيته قال دكتور مدبولي إن هذه المناسبة التاريخية المهمة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن واستقراره. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاعا حيويا ومهما يرتبط بمختلف مسارات التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة، حيث تم استعراض آخر تطورات في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة لسير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن، وخلال اجتماع لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي أثنى مدبولي على إطار الشراكة الاستراتيجية وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي 14 مشروعا بقيمة 6 مليارات و800 مليون دولار، إلى جانب 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات. نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا توضيحيا جديدا يرصد توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش سوليوشنز حول مستقبل السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة وحتى 2026، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز توافد 52 مليون سائح إلى مصر حتى 2026، بينما تصنف شركة
تريب أدفايزر مدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، وأرجعت فيتش ذلك إلى توقعات تراجع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. متواصلون مع حضراتكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدة عسكرية لأوكرانيا، والكريملين يحذر من تلقي كييف أسلحة هجومية مباشرة من الغرب. بعد 3 أشهر فقط على تشكيلها، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد خلافات مع مجلس الأمة، حسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية. تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد تمسكها بموقفها ورفض تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بقوانين توصف بالشعبوية. وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير الجاري بعد انسحاب الحكومة من جلسة نيابية عقب خلاف بشأن رفضها إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين بعد رفض النواب طلبها بإعادتها إلى اللجان للتوافق. استأنف قائد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار استأنف عمله بعد تجميد التحقيق لأكثر من عام، وقرر بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ. وجدير بالذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد علق في ديسمبر من عام 2021 من جراء دعاوى رفعها تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق الحالي العدلي طارق بيطار. هذا وينبذ ذوي الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول للعدالة في انفجار يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، حيث تسبب في مقتل أكثر من 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف انفتاح روسيا للحوار وحل كل النزاعات سلميا، بينما أوضح المتحدث باسم الكريملين أن الشعب الأوكراني سوف يعاني ويدفع ثمن إذا أقدم الغرب على إرسال دبابات إلى كييف، بينما أكدت القوات المسلحة الأوكرانية أنها صدت هجمات روسية قرب 11 منطقة في دونيتسك ولوغانسك، كما قامت بشن عدة هجمات على مواقع للقوات الروسية هناك. نتابع مع حضراتكم. الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الصراع بين موسكو والغرب أقرب إلى حرب حقيقية، منتقدا في الوقت نفسه إرسال الغرب أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. تصريحات لافروف استبقها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالإعلان عن تقديم بلاده عن حزمة مساعدات عسكرية ستمنحها بلاده إلى أوكرانيا بقيمة 1 مليار يورو بحلول الربيع المقبل. كما من المقرر أن يلتقي الوزير الألماني اليوم الثلاثاء الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس شتولتنبرغ لمناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا وعدد من الموضوعات المهمة على أجندة الاتحاد الأوروبي. هذا ومن ناحيته أوضح رئيس الوزراء البولندي أن حكومته ستطلب من ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبار إلى أوكرانيا، وسيعتزم إرسالها هذه الدبابات سواء وافقت برلين أم لا. هذه التصريحات تعاقبت مع مواجهة برلين التي يجب أن توافق على إعادة تصدير الدبابات ليوبار ضغطا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير في بروكسل. ومع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ظهر الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا في مدينة سوليدار التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوع، وتنفي كييف حتى الآن سقوطها في أيدي الروس. ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع قتل الجنود الروس إلى أكثر من 121 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.
عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان الصينية بعد 3 سنوات على فرض حجر صحي صارم على المدينة التي انطلق منها وباء كوفيد-19. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الصين تواجه موجة جديدة من الإصابات. نتابع. بعد 3 سنوات على فرض حجر صحي صارم على ووهان التي انطلق منها وباء كوفيد-19، عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة الواقعة وسط الصين. بدأت ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تسجل في نهاية 2019 إصابات بفيروس مجهول في ذلك الحين أثار حالات متزايدة من الالتهاب الرئوي. وفي 23 يناير من عام 2020 أمرت السلطات بفرض حجر صارم على ووهان لوقف انتشار الوباء قبل أن يتفشى في العالم أجمع حاصدا ملايين الأرواح ومتسببا بانهيار الاقتصاد العالمي، غير أن الحياة عادت الآن إلى مجراها في معظم الدول. وبعد 3 سنوات من الإغلاق والحجر الصحي الإلزامي وحملات فحوص كشف الإصابات، رفعت الصين بصورة شبه كاملة في ديسمبر القيود الصحية المفروضة، ولا تظهر في ووهان أي مؤشرات تذكر بأجواء الفاجعة التي كانت مخيمة في عام 2020 بعدما اعتبرت الصين لفترة طويلة واحة سلامة على الصعيد الصحي بفعل التدابير بالغة الشدة التي اتخذتها ضد الفيروس، إلا أنها بدأت تواجه منذ بضعة أسابيع أكبر موجة جديدة من الإصابات منذ رفع التدابير الصحية في ديسمبر الماضي. تتبعت وزارة الدفاع التايوانية 9 طائرات عسكرية صينية و4 سفن بحرية حول تايوان، وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه ردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي، وتابع البيان أنه لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، ومضيفا أنه حتى الآن خلال هذا الشهر أرسلت بيجين 315 طائرة عسكرية و78 سفينة بحرية حول تايوان. أعلنت وزارة الطاقة الباكستانية أن انهيارا كبيرا في الشبكة الوطنية لباكستان تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أرجاء الدولة صباح أمس الاثنين، وقالت الوزارة أن الشبكة تعرضت لفقد الترددات ما تسبب في حدوث عطل كبير، وأن هناك عملا سريعا لإصلاحها لاستعادة النظام في المرافق الاستراتيجية بما في ذلك المستشفيات والمطارات. يذكر أن معظم أنحاء باكستان غرقت في الظلام عام 2021 إثر عطل في أحد خطوط الكهرباء الرئيسية، وتسبب هذا الانقطاع وهو أحد أسوأ الانقطاعات في تاريخ باكستان، حيث انفصل التيار الكهربائي عن جميع المدن الرئيسية بما في ذلك إسلام آباد وكراتشي ولاهور. وبعيدا عن عالم السياسة والاقتصاد والرياضة، نتوقف مع جولة عيون الكاميرا التي ربما يكون فيها المشهد أفضل من أي تعليق.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر معتدل النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة جنوبا. والآن مع بيان درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة إن شاء الله. درجات الحرارة نقول قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة جاءت لحضراتكم من التلفزيون المصري، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.